عودة إلى الشأن المحلي، وبمناسبة اليوم العالمي للسياحة، أطلقت أمانة عمان الكبرى اليوم مبادرة مدينة أجمل مدينة تحت رعاية أمين عمان عقل بلتاجي وعدد من الفعاليات الرسمية والمحلية والقطاعات النسائية، وبمشاركة ما يقارب نحو 150 متطوعا من هيئة شباب كلنا الأردن. وتخلل المبادرة التي انطلقت من المدرج الروماني في وسط العاصمة تنفيذ حملات نظافة، إضافة لأعمال لزراعة في مختلف المواقع من خلال فرق العمل المشاركة في هذه المبادرة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. أنا جاي أشارك، أنا جاي أتبع، اطلع هون، اطلع علي هون، اطلع على هذا، صور هذا اللباس، صور هذا اللباس، وهذا بتشوف البرلمان، الأطفال، برلمان الأطفال، كلنا الأردن يرفع شعار مدينة أجمل مدينة، مدينة أجمل مدينة. احنا اطلقنا اليوم مبادره مدينه اجمل مدينه، هي مبادره اطلقت بكافه محافظات المملكه، الهدف منها اشراك الشباب بالعمل التطوعي لتحمل قضايا القطاع البيئي والخدم اللي تواجه مجتمعاتهم المحليه. جينا نشارك هون علشان نعمل حملات تطوعيه في تنظيف الساحات، تنظيف المدرج الروماني، نظفه من جوا، نعمل حملات تنظيف عشان نطلع عمان بصوره اجمل. اليوم جايين نخدم الوطن وننظف الساحه الرسميه لانه بيجوا السياح عليها، وانه لازم ننظفها عشان لما يجوا السياح يشوفوا الاردن نظيفه.